صباح الخير. بالنسبة للرياضة فد فيديو بديع وحلو، بس أكو نقطتين لازم تتوضح أحسن بصورة علمية، وهو أنه خلايا العضلات الإرادية وخلايا الدماغ قسم من عدها تستقبل الجلوكوز بدون هرمون الأنسولين في بعض المناطق من الدماغ لا يعتمد على الأنسولين، يعني حتى لو أكو أنسولين ريزيستنس فهذا الخلايا هلقة ضرورية لصحة الدماغ وللبقاء. دائما الجسم يحاول السرفايفل، فدخل الجلوكوز ويسوي طاقة. أوكي، وكذلك العضلات الإرادية حتى يبقى الإنسان يتحرك وحتى يروح يجيب أكل ويسوي شغله، وهذا مهم جدا. والحوافز للدماغ أهم شيء حتى نخلي الدماغ لا يخرف ولا يصير بألزايمر ونيورو دي جنريشن، هي الحركة بصورة مستمرة طوال النهار، يعني مو إلا الرياضة. هاي الرياضة في شيء جديد، جيمناستيك وبايسيكل وهاي، بس الإنسان القديم كان يتحرك ويطلع بالبر ويشتغل ويكافح حتى يسوي الحياة اليومية. وحتى أنا من صغري بالحلة أمي وبيبيتي وكنا إحنا الأطفال نلعب، دائما نلعب بالبيت بالشارع نركض. بس الأم لا يقعدون من ساعة 4 يشتغلون ليل ليل، يعني طبخ، غسل هدوم، تنظيف القاع، تعليم الأطفال بالمنطقة، لأن إحنا بيتنا مثل المدرسة أي الشعبية، يجون الناس بالبيت يتعلمون قراءة القرآن والكتابة لأن أمي تحب التدريس، وبعدين طبخ وها حياكة تطريز. أي ماكو قاعدة، ما شفت أمي قاعدة أبدا ولا بيبيتي، فدائما عمل وشغل، وهذا هو الشيء الطبيعي الصحيح. وشكرا وإلى اللقاء.